السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء والمشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، ونستمر في مواضعنا. والحصة هي تتعلق بموضوع متميز ويصب حول الوثائق اللازمة لشراء سيارة مستعملة. الوثائق اللازمة لشراء سيارة مستعملة، وكتكون هذه المراحل الإدارية وجميع المستلزمات لتسجيل السيارة الجديدة باسم المشتري. إذا الطرف الآخر هو بائع، إذا عندنا بائع ومشتري. وتأدى المراحل الإدارية وجميع المستلزمات لتسجيل السيارة الجديدة باسم المشتري. كيكون المشتري هذه السيارة المستعملة، وحنا كنهضرو على سيارة مستعملة، أن يقدم في أجل أقصى 15 يوما من تاريخ المصادقة على توقيع البائع والمشتري ملك طلب نقل الملكية إلى مركز التسجيل التابع لمقر إقامته الذي الطلب كيتكون من واحد شراء ديال واحد المطبوع خاص، وكتكون فيه الإشارة واش كاين الدفع بالكامل نقدا أم بالسلف، يعني واش هاد السيارة واش مشرية بالسلف ولا مخلصة وناضية، حيت تقدر تكون شريت شي طوموبيلة وخا كتخلص في الطريطات وانت باقي مكملتيش الطريطات وتبيعها. إذا من هذا المنطلق كيكون هذا المطبوع داكشي علاش قلنا خاص، وفيه واحد الطريقة ديال الدفع واش هي بالكامل ونقدا أو بالسلف. ثانيا هو شراء واحد الاستمارة الرمادية ديك لاكارت بريز مع أداء رسوم التسجيل والتامبر، وكتضمن واحد التصريح ديال المشتري ديال السيارة والتوقيع عليه والمصادقة المتزامنة لتوقيع البائع والمشتري يعني المتعاقدين. ايضا شهادة الفحص التقني اللي كتشهد بالحالة الجيدة للسيارة ويمكن لها تسير بدون مخاطر. ايضا هناك واحد نسخة اصلية من البطاقة الرمادية وكتحمل اسم البائع، بالاضافة الى وثائق اثبات محل اقامة من نسخة مصادق عليها مطابقة لأصل بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية وبها عنوان تابع للسلطة ديال مركز التسجيل. أيضا الاستمارة الصفراء الخاصة بنقل الملكية، بالإضافة أنها ستكون معبأة وموقعة من طرف المشتري. كذلك عقد بيع بالسلك محرر من قبل المؤسسة الممولة إذا كانت الطوموبيلة مشرية وباقي ما كملش السلف ديالها، مشرية جديدة الأول وباقي فيها الطريطات وباقي ما كملهاش، علاش علاش كاين واحد العقد ديال البيع بالسلف محرر من قبل المؤسسة الممولة وموقع من طرف البائع والمشتري ومؤسسة السلف إذا كانت السيارة قد اجتيزت بالسلف. وأخيرا هناك رخصة ديال التسجيل. إذا هذه هي جميع الوثائق الإدارية أو الوثائق اللازمة لشراء سيارة مستعملة. إذا إلى هذا الحد أكون وصلنا إلى نهاية العرض. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، وأضرب لكم موعدا في موضوع جديد إن شاء الله، وبالتوفيق والنجاح.